بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليك يا وري أقرتني تفسيرا أجيب فتاجرتا أرهلك أنت دقدمي جهفا لا حلقة دقدمي جهفا سورة بقرة آيات إبا في سدت ميلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. آيات تنتو سنسن ندرت آيات ادرا كست آيات سددتمي آيات سددتما في آيات سددتمي تكو كست ربين دركما يسن الرت ود دام سيودو تلفتي أبا هال آدم تن دنيا تسنين را أنا كسنين آدم تن جل ربين نمني وان آمن سنجي جيري معسيان إسر رجرا بدين تأسات ربين ندقى يلي هم بيكال لأفين جد آيان نتاعن تتعرف لأنه تن اللهم سنين راي فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فمن خاف جدا فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن الحق نمني نمت آميكان الرسودات يوكا بيك فمن خاف جدا فمن علم نمني بيك من موس نمتشا قافد وعلى آميكان الر جنفا نمتشكون حق الرامك جدشو بيك أو إثما يوكين بديف أكنت الآمي جتشو إرابيك ولا لا نمقو بيكا نمقو فأصلح بينهم أي فأصلح بين المختلفين على الوصية ورى أقرتني ولر ولو لنكنا وأن نمتشد إلامي كان الرت ولو لنكنا إسان جدو عرارس وأن الندامي سنهمو لبي فلا إثم عليه بدي وهيتو إسر رنجرتو بل هو مأجور على إصلاحه إني وأنما ولدت على السيف أجري أرقتا إن الله غفور رحيم غفور رحيم رب غفور لمن تاب من عباده نما إست توبتي إست ديبئي رب إني على رما رحيم بهم قبروت وفي والرئيس بإسانه رحمتك ولجتش آياني ربا في سد التميسده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا رب كن أكجد يا ور رب تأمنه يا ور رسول ربي جل ديمه كتب عليكم الصيام سومني إسني رت دركما قول أميجرة سومني إسني رت دركما قول أميجرة ربي كيسني رك دركما قول إنو ربي كما كتب على الذين من قبلهم أكما ور إسندرا إرت دركما قول كما فرد على الأمم من قبلكم ور إسندرا إرت دركما قول سوما ربي سنين رتلة دركما قولي مالي في لعلكم تتقون أكا ربي صدى التنيف لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصيام لعلكم تتقون أكا ربي صدى التنيف مالين جدو كيساني جدو عذاب ربي واكايتاني دلقا غاري دلائداني دلقا غاري سن الرامال اني سومتو اغرتاني والرب صداتاني الرأي
آيان ندبافي سدت تمي أفري أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رب كأنك جد أياما معدودات الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما قليلة من السنة قيان إذن الرد دركما قول أمي صومني إذن الرد دركما قول أمي سني وقا إراه مدكا وهيتي فمن كان منكم مريضا نمني إذن الرد أكبسته مرضا يشق معه الصوم أكبا يو أقرتني صوم اتجابات أكم نسني يول أكبستا فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو مسافرا يوكين نما إمالا جرويوته نما إمالا بهيته فعدة من أيام أخر فله أن يفطر إن صومه كي ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام وياها صومه كيسا نمت إمالا بهي في نمت إمالا بملك ويا بلا صومة كفلوك بك أدابا سوك بجي ربين فعدة من أيام أخرى جمالين قياب الآلاء كويسة قوتي وان غافة بميفي إمال جروهيك سن غافة بلا قوتة شكبة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه والرسومة دندين جلما لربين أي يستطيعون الصيام فدية والرمان سوما دندهو كاركون تكا تنجري سوما سنهي كنين عجسو دندين عليه فدية إذا أفطر يو سوما سنهي كمالتو إسر رجلا والرمان دنده يسنو أقرتني سوما هي كني فدية إسان الرجلا فدية أنكني مالني طعام مسكين وهي إطعام مسكين عن كل يوم وياه كسن كما وصف إياك أبو سوء ملن دي منه كسن مسكين قويات وكناجس عدد قويات مسكين وكناجس فمن تطوع خيرا فهو خير له وصومكم خير لكم من الإفطار نمني أمو سوم سنتو إساء جعلا ناجسو إرئيق فإياك أبات سنتو إساء جعلا يا ربين وأن تصوموا خير لكم صومتو الرئيس نجالة إن كنتم تعلمون يوك بيتا تاتي إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل صدرك صومني يو وان إنك أبو يوك بيتا تاتي صومتو الرئيس نجالة يا ربين فكان وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام حكمين أما آكل لغير نكوني كنمني دندئتي قبو يوكا سومو يوكا مسكين نعجسو وصما دندئتي قبو سوما هيكي مسكين نعجسو نكوني إرو غاف أول أغرتني سوم نكراب والأميزاني غافسا فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم نمني برباده نسوما نمني برباده هي كم مسكينة ناتجزا قافد رؤى كانت ترقم يسومني ثم أوجب الله تبارك وتعالى الصيام بعد ذلك إيقسني ربي نسوما واجب قولي وفرضه على كل بالغ قادر نما دنديتيك أبو نما بلغيبك نمني قهي قهي رتي دركما قولي ناتجزون سنين هفجتشو آياني دبا في سدة تمشني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جيني رمضان جي ربين كقرآن نيسا كيسبون إيقلمي الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر جيني رمضان جي قرآن رسول التبو فمو كيسات أغرتني إيقلمي قال كل ليلة قدري أنزل الله أنزله الله تبارك وتعالى هاديا للناس هدى هدى للناس جتش ربي نسك أجل منماته بوسه وبينات من الهدى والفرقان فيه الدلائل الواضحات من الهدى وان كجل مرتنا ما كجل شتجرا وان أقرتني أمس حقا في باطل أدام باسا نرتنا ما كجل شكرانا كان كيس جرا فيه الدلائل من الهدى والفرقان بين الحق والباطل حقا في باطل اللي أدام باس تجرا فمن شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر جتشان فمن حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليسمه وجوبا أكبر فآية آخرات نسكم تجنسا أما كن وانسا نسك وانسا ججير جتشا فمن حضر معنى نقرتني فمن شهد منكم الشهر نم نجيني رمضانات تدفي أسوك إيه وفي جره وسوف ياقبوا سومون إسرت دركما ومن كان مريضا أما اللي تمدي بي ربين ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا يشك عليه الصوم أو مسافرا نمني أقرتني لكم ستيسوب نيست جبات سببا لكم سنيتب يو كان نيمل يوجرات فله أن يفطر سومه كتو إساجر إساف سومه كن نقايا وإذا أفطر يو سومه كمالت إسا الرجل له وأن إسا الرجل مال فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها سومه وياه كيسا فعدة من أيام أخر وياه بلا سومت إسا الرجل يريد الله بكم اليسر ربي والنفل مال يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر للعسر أرب وأن كرا إذن الرقوة لكنا كيست كرا لا فينا إذن برباد كرا جبيننا تيمت ولتكمل العدة ولتكبر الله ولتكمل العدة جمال أما اللي والنقص الرب سوما قافة إما لجرتني في قافة بمتن إيقسي سوما جليف إسها قوتتني في لاكو سجأسني ولتكبروا الله على ما هداكم أما اللي قاف صومني قيفمي ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد ألا ما وفقكم لصومي أربين ها قدف تنيف ها تخبير تاقو تنيف آخر أقرتني جاء رمضان ويا إيداسا والربين صومك نعزن دنديسيسف وان سرت ربي اسم غرغارف ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم ربي انها قلتهم فالتنيف كجل ما كان الرت ربي دينا كانت اسم كجل دينا كان اسم نجالت آيان نبافي سددتني جها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك يوسي قافت يا رسولك يا نبيك عبادي قبرونك يون الراس قافتا وإذا سألك عبادي عني ربنا ما الديات أكم إنما لقيا يعني يوسي قافة ما جدت فإني قريب أني ديوج رجلين فإني قريب منهم عالم بأهوالهم أني ديوج سان التجرة
أكاتا إسان اللي بيك سامع لدعائهم دعاء إسان اللي هنك فلا يحتاجون إلى وسطا ولا إلى رفع أصواتهم وأن رب التواء إرقني في الله هنجر وأن جدو إساني تيب جدو ربي واجر وأن سغلي ألفرة مالي ربي نمان لغا يجلن الله هنجر أجيب دعوة الدعاء إذا دعان أن لغا يدعائي نما نوامته وإن نوامته مخلصا في دعائي إذا دعاني مخلصا في دعائي يو إني دعائي في كيستك والكل سنوامته إسا لغا يا ربي فليستجيبوا لي فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم معنى أن فليستجيبوا لي جتشانها أوات نسان الله أمريكي هالا غين إيمان الرتق دي هالا بتا وليؤمنوا بجتشمال إيمان الرتق دي هالا بتا نتعمنوا فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابته سن دعائي نساني لغي والنساني إسان فيد سني جتشو لعلهم يرشدون أكا ورأغتني كراحك آك أبتراتين لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤون الدينية والدنوية كراحكتني كجل ما قبتن سنين جرو إساني تدنياتي في ددينا كيست الله آية أما آية توتم مقراني تنرواني فلن مالين آية توتم مقراني آية دبا في سدت من لمرة هاق آية دبا في سدت من جهات فرض الله الصوم على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة لها رب صوم دركما قل إجرة أمتك نرت أمت دراني إرت الله مالف لأنه يحقق التقوى ويعين على لزومها صوم نكن صدى ربي إنما حقق لما تلج أما اللي صدى سنقبت شرطنا مقرقار أما سواني أقرتني آياتوت أما تريكنا كيسافو لأنه مال فضل الله شهر رمضان بإنزال القرآن فيه ربي جعل رمضان كانت آل شجرس جعمل القرآن إذا كيسابوس فهو شهر القرآن جيني رمضان كن جع قرآناتي ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان كان أبو رسول ربي عليه الصلاة والسلام درسي قلني قران جبريل ولي رمضان كيست وانا قبران قران رمضان كيست إر قران أما اللي واني أغرتني آياتوت أما تلتنا الرافل النمال شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج شريعة الإسلام أكيدا كيست الله وأن أكيدا انتهنت بلا كيست الله لا فينا في معصيان من رافولو إذا اتجارمت فما جعل الله علينا في الدين من حرج دينا كيست ربي وأن تقل معصيان الرتنقون أما اللي واني آياته تلتنا الرافل النمال مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه شكرا لله على نعمه واعترافا له بالفضل أما اللي يقول يا إيداتف هل كان إيداتف يقول يا إيدا أربي انقلتهم فتشوا نعمة إسائرت تكبير تاقل وجتشوا أني قافسا أربي انقلتهم فتنين الله أكبر جتشوا أما اللي آياته تلتنا الرواني فلن مال قرب الله تبارك وتعالى من عباده وإحاطته بهم وعلمه التام بأهوالهم رب قبروت إساة التليوجر علم الرب إساة والإنجر تهال إساني مرربيك ولهذا فهو يسمع دعاهم ويجيب سؤالهم رب دعاء إساني اللهم دغا وانسان كلتن اللي إساني كن والروان كلت رب الرأرقة رب نهاتا جزو آكر يدرسي تهنت دقدمي جهالي أسيت الآبتي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.